الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف اجرى قرعه المرحله الثانيه من تصفيات نهائيات كاس العالم اللي هتقام في قطر 2022. القرعه دي اسفرت عن وقوع المنتخب المصري في المجموعه السادسه مع الجابون وليبيا وانغولا. خلينا نشوف الموقف مع الدكتور طارق الادور الناقد الرياضي معانا على التليفون. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا هام واهلا بكل الساده مشاهدي سي بي سي. اهلا بيك. ازاي شايف يعني القرعه في البدايه ومستوى المنتخب علشان اسيب حضرتك تتكلم براحتك؟ شوفي، هو طبعا القرعه ديت هي القرعه الاولى في التصفيات، ده بدايه مشوار منتخب مصر في التصفيات اللي بداوا بالفعل في الفتره اللي فاتت 28 منتخب كانوا بيلعبوا في الدور التجريبي 14 ضد 14. لكن مصر عشان كانت ضمن الفرق المصنفه ال 26 الاوائل، ايوه، فجنبت من اللعبه في الدور الاول. جينا بقى للدور الثاني، ال 14 فريق اللي طلعوا من الدور التمهيدي ده على ال 26 فريق اللي جنبوا من التصنيف بقوا 40 منتخب. ال 40 منتخب دول هم اللي اتقسموا النهارده الى 10 مجموعات، كل مجموعه بتضم اربع منتخبات. فطبعا ان النهارده منتخب مصر حقيقه يعني ان ربنا كرمنا اننا وقعنا في مجموعه تبدو طبعا للوهله كده انها مجموعه في المتناول، مش هقول سهله لان لم يعد ما فيهاش صعوبات كتير. لم يعد هناك سهل في كره القدم، وفي مفاجات يا دكتور. مظبوط، في مفاجات وابرز دليل على ذلك كاس الامم الافريقيه الاخيره، ايوه بالظبط كده، 19 وظهور قوه جديده خالص زي مدغشقر اللي وصل دور الثمانيه، وموريتانيا اللي اتاهلت للنهائيات لاول مره، وبوروندي، يعني بعض القوى اللي ما كناش نسمع عنها خالص كانت موجوده في كاس الامم الافريقيه ولعبت مباريات كبيره، بل ان منتخب موريتانيا اللي بيلعب لاول مره كان على مشارف انه يتاهل لو نجح في تسجيل فرصه من الثلاث فرص اللي جوله قدام تيونس في المباراه الاخيره. فعايز اقول لك ما عادش في كبير وصغير، لكن نقول مصر لما وقعت مع الجابون وليبيا وانجولا بشكل كبير دي مجموعه في المتناول، وفي مجموعات جت اصعب بكتير، وهنقول دلوقتي واحنا بنستعرض كده ايه المجموعات اللي من وجهه نظري انها اصعب. انما اللي انا عايز اوجه النظر ليه برضه قبل ما نقول برضه المجموعات وقبل ما نتكلم في هذا هذه ان ال 10 مجموعات دول ابطالهم فقط هم اللي هيتاهلوا الى الدور الثالث والاخير. أيوه. وبالتالي ليس معنى صداره مصر للمجموعه اللي حطهم. طيب احنا فقدنا التواصل بدكتور طارق. دكتور طارق بشكرك على وجودك معانا، كل التوفيق للمنتخب المصري، كل التوفيق لمصر ان شاء الله.